ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ رجعت لكم بفيديو جديد. لو لسه اول مره بتشوف القناه بتاعتي، انزلوا حالا اعملوا اشتراك سبسكرايب للناس اللي عندها بالانجليزي، وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد. فيديو النهارده حاجه كده اتطلبت مني، قولي لي ايه الحلقان اللي نازله موضه او اللي نازله جديده. تمام، كل ده بيبقى على حسب شخصيتك. انتي بتحبي تلبسي ايه؟ بتحبي تلبسي قصير؟ بتحبي تلبسي طويل؟ انا من الناس اللي بحب البس الحلقان الصغنونة اللي بتعمل شكل بس. في ناس بتحب تلبس الحلقان الطويلة، في ناس بتحب تلبس الحلقان التقيلة، في ناس بتحب تلبس الخفيفة، فعلى حسب ذوقك. بس احنا في البيت هنا من محبي الحلقان جدا، بالذات مامتي يعني، فانا جمعت شوية حلقان كده من اللي نازلين جداد وفي المحلات على طول، واسعارهم مناسبة بس انا مش فاكرة اي حاجة، فحبيت اوريها لكم واوريها للبنات اللي طلبت كده. ده معانا اول واحد، تمام، بيتقفل كده من هنا كده، بعد كده بتقفليه كده كبير، وهو عامل شبه الوردة. تمام اهو، معانا تاني واحد من الحلقان الطويلة اهو. البتاع دي على فكرة شكله جميل، اللي هي فيها شراشيب دي كتير. ماشي، ده نازل بقاله فترة يعني، مش اليومين دول. بصوا ده شبه التاني، تمام، نفس يعني الشكل بتاعه كده، بس المختلف عنه الحاجات اللي طالعة منه دي. مش فاكرة أسعار يا جماعة. ده أنا بحبه، بحب شكله يعني، بس مش بحبه هو يعني، بحبش ألبسه، بحب ألبسهم في البيت بس. ده أهو جميل قوي، في منه الوان، الوانه هتبقى جميله قوي لو جبتي مثلا الابيض بتاعه او البينك او اللبني. تمام، جميل، انا بحب شكل ورقه الشجر. وده انا اول ما شفته قلت عليه مصدي، ما اعرفش ما عجبنيش، بس مامتي بتفضل الحاجات دي اهو. تمام، ده شكل برضو جميل بس هو طويل شوية. 3 خواتم كده يعني، وينازل منهم 3 سلاسل. ده أنا عادي بلبسه وبحبه كمان، مش عارف مش باين اهو كده، باين 3 وردات لازقين في بعض وصغنن، مش كبير اوي. ده برضو انا بحب البسه. تمام، دي بقى الاشكال اللي نازله جديد. بصوا عامل ازاي، واو هما الاتنين. شوفوا بقى انتوا ايه ده، بصوا اشكال نازلة جديدة جميل. احنا بنسيب البريمات لوحديهم والحلقان لوحديهم. عندك ده كلهم عارفين طبعا، مش عارفة استنى كده، لا كده غنى او كده احسن بكتير اهو كده، بس مشكلته ان هو بيقفل على الودن شوية، بيوجع يعني، مع انه في هنا الحتة دي اللي هي الطرية. في ده جميل برضو، ده الفردة التانية بتاعت ده
اتمنى اكون افدتكم يعني بالاشكال بتاعته، وانه احلى واحد فيهم انا من رأيي، يعني حاجة اللي زي كده اهو، وده وده، بس مش الالوان يعني، انتوا شوفوا انتوا عايزين ايه، بس دول اجمل تلاتة. ده جماعة لبس في البيت مش بره البيت، لا ده يبقى تحفة قوي، بيبقى جميل قوي لما بتعملي مثلا دول حصان او حاجة كده. تمام، اسألني في الفيديو الجديد بقى، ولايك وكومنت حلوين زيك. باي حبايبي.